السلام عليكم حبايب، يلا نبدي أنا وياكم إن شاء الله بتصوير التكاثر في الضفدع. ننتقل للسبورة ونبدي. عندنا التكاثر في البرمائيات ونعطينا مثال عليها اللي هو الضفدع. عندنا البرمائيات والمثال على البرمائيات نعطينا التكاثر في الضفدع. يلا يا طالب نبدي. راح أقول لك شغلة، الضفدع كلش وزاري، كلش وزاري. موضوع الضفدع راح نبدي أنا وياكم به. أول شيء الضفدع يتكاثر جنسيا فقط لأن هو يعتبر حيوان من الفقريات، إذن هو يتكاثر جنسيا فقط. طريقة التكاثر الجنسي للحيوانات كلها بصورة عامة هي الأمشاج اللي هي النطف والبيوض. إذن الضفدع يتكاثر جنسيا فقط. تعالوا بسم الله نبدي. راح نشوف عندنا مقارنة بين الجهاز التناسلي الذكري وبين الجهاز التناسلي الأنثوي. هي كل الموضوع عبارة عن جهاز تناسلي ذكري، جهاز تناسلي أنثوي، ووراها راح ينطينا الأخصاب وفتشي كلش سهل. نجي بسم الله على الجهاز التناسلي الذكري والأنثوي. ركزوا وياي، قبل ما راح أبدي راح أكتب لك هنايا وزاري 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 الضفدع كلش وزاري، وأنا راح أسوي لك إياه بطريقة إن شاء الله كلش سهلة. نبدي بالجهاز التناسلي الذكري. باو، أول عضو بالجهاز التناسلي الذكري هي الخصة، وأول عضو بالجهاز التناسلي الأنثوي هي المبايض. إذن عندي جهاز تناسلي ذكري وأنثوي، أول عضو اللي هو الخصة والمبايض. تعالوا نسوي مقارنة مهمة وزارية بين الخصة والمبايض للضفدع. يلا بسم الله نبدي. شنو الفرق بين الخصة والمبايض بالضفدع؟ راح أقول لك. أولا هذه بها موقع ملتصقة بالكلية، ملتصقة بالكليتين. هي طبعا الخصة اثنين، زوج من الخصة عددها تكون اثنين، ملتصقة بالكلية، الخصة ملتصقة بالكلية. بس المبايض الموقع مالتها قرب الكلية، إذن هذه ملتصقة بالكليتين، هذه قرب الكليتين. هاي من ناحية الموقع انتهينا من عنده. أجي من ناحية الشكل، نقارن بيناتهم من ناحية الشكل. يلا يا شاطر، هذه شكلها بيضوي متطاول، شكلها بيضوي متطاول. المبايض شكلها كيس غير منتظم متعدد الفصوص، متعدد الفصوص. طبعا هو الرسم للاطلاع، بس انا راح احاول ارسم لك فد شيء، فد رسم تخطيطي شويه يسهل عليك الامر. اجي على اللون، اللون للخصة اصفر فاتح، اللون للمبايض رصاصي مسود، رصاصي مسود. اجي على الارتباط، من اللي يربط الخصة والمبايض بالجسم؟ باش راح اكتب لك، ترتبط بالجدار الجسم الداخلي بواسطة منو؟ بواسطة مسراق الخصية او مسراق الخصة. حلو، نجي على هنايا الارتباط، هنايا يقول لي ترتبط بالجدار الداخلي للجسم بواسطة منه؟ بواسطة مسراق المبيض. حلو، يلا ركز وياي. عندي لحد الآن أربع شغلات أخذناها كلش مهمة، من ناحية الموقع والشكل واللون والارتباط، من ناحية الموقع والشكل واللون والارتباط للخصة والمبايض. وقت لي شغلة واحدة بيناتهم اللي هي ماذا تحوي؟ ماذا تحوي؟ شنو اللي موجود بداخلها للخصة
وماذا تحوي من هي المبايض. ركز وياي. من ناحية الخصى تحوي على نبيبات، نبيبات منوية ذات بطانة ظهارية. هذا وزاري، هذا كله وزاري كله. نبيبات منوية ذات بطانة ظهارية. ايش بيها هاي البطانة الظهارية؟ مسؤولة. باوع مسؤولة، نص كتاب مسؤولة، يعني غصبا عليك فتشي مسؤول وزاري. عن مسؤولة عن شنو؟ عن نشوء. كلمة نشوء يعني منشأ، غصبا عليك منشأ، لأن كتاب نصا عن نشوء منو؟ النطف. مسؤولة عن نشوء النطف بعملية، بعملية تكوين النطف. يلا تعال أسألك وجاوبني، من المسؤول عن تكوين النطف في الضفدع؟ نبيبات منوية ذات بطانة ظهارية. ما منشأ النطف في الضفدع؟ نبيبات منوية ذات بطانة ظهارية، أو البطانة الظهارية التي تبطن النبيبات المنوية. اثنينها صح. إذا يا شاطر يا حباب، تعال أنا وياك على هذا الجزء. ماذا تحوي أو لونها أو شكلها أو ارتباطها أو موقعها؟ كلش مهمة. نجي على المبايض، شنو تحوي بداخلها؟ ماكو نبيبات، لأن احنا نعرف دائما الإناث ما عندها نبيبات منوية، فقط عد الذكور. إذا ماذا تحوي؟ تحوي على خلايا، على خلايا، خلايا جرثومية، خلايا ظهارية طبعا جرثومية، مبطنة للمبيض، مبطنة للمبيض. حلو. مسؤولة نفس الكلام، مسؤولة عن شنو؟ عن نشوء، نشوء منو؟ البيوض. حلو. بعملية، بعملية تكوين البيوض. ركز وياي، هذا كلش مهم. باوع علي منشأ النطف ومنشأ البيوض بالضفدع بهالشكل هذا. تقول له إذا قال لك منشأ النطف، قل له من النبيبات المنوية ذات البطانة الظهارية. ما منشأ البيوض؟ من الخلايا الجرثومية الظهارية، أو من الخلايا الظهارية الجرثومية المبطنة للمبيض، هي المسؤولة عن تكوين البيوض بعملية تكوين البيوض. نجي أنا وياك حرسم لك رسمة صغيرونة، طبعا هي للإطلاع. باوع ماما، عندي مثلا، مثلا هذه الخصاء، هذه وحدة وهذه اثنين، بيضوي متطاول. بما انه هي ملتصقة بالكلية، اذا هذه الكلية ملتصقة بيها، هذه الكلية ملتصقة بيها. زين، اجعله بيضة متطاول لونها اصفر فاتح، وهذه الكلية ملتصقة بيها. هذا المسراق، هذا مسراق وهذا مسراق، يربطها بالجدار الداخلي للجسم. هذه راح اكتب عليها منو؟ الكلية. هذه هي، والثانية الخصاء اللي هي عددها اثنين. عندنا هذا مسراق، او المسراق الخصوي، او مسراق الخصاء لهنا. وعندنا اللون وماذا تحوي. تعال على الماذا تحوي. يلا انا وياك. تحوي على نبيبات منوية. شوف شوف هنا، هذه النبيبات المنوية الملتوية. تحوي على نبيبات منوية، هذه النبيبات المنوية الملتوية. شوف شلون سويتها، مثل الانبوب الملتوي. ايش بيها؟ ذات بطانة ظهارية. هذه البطانة الظهارية، بعد شلون سويت لك اياها؟ هذه البطانة الظهارية، حأشر لك. هذه البرتقالية هي منو؟ هي البطانة الظهارية اللي تبطن منو؟ اللي تبطن النبيبات. هذه من هي البنفسجية؟ النبيبات المنوية. هذه البطانة الظهارية هي المسؤولة عن تكوين النطف داخل النبيبات المنوية. نجعله هذه الخصام، نجعل المبايض. يلا على السريع وياك يا شاطر. يقول لي تركيب كيسي غير منتظم متعدد الفصوص. هذا تركيب كيس بس ما منتظم، متعدد فصوص. ومن أهم، تركيب كيسي غير منتظم متعدد الفصوص. هذه المبايض. يقول لي قرب الكلية، قرب الكلية مثلا، لتكن هنا الكلية مثلا، مثلا قريبة من عدها وليس ملتصقة بيها. شنو تحوي بداخلها؟ هم أرسم هاي البنفسجية النبيبات المنوية؟ لا، راح أرسم تلقائيا منو؟ الخلايا الظهارية
الجرثومية التي تبطن منه، التي تبطن المبيض. إذن تلقائيا أرسم مني الخلايا الظهارية الجرثومية. تمام عيني؟ يعني هذيك خصان وبيبات بطانة، هذه مبيض وقبل الخلايا اللي هي البطانة أيضا هذه مبطنة للمبيض، يعني نفس الشيء مبطنة للمبيض. بس أنا ما أريد منك تكتبها نفس الشيء، إذا إجاك على النطف قل له نبيبات منوية ذات بطانة ظهارية، إذا قال لك على البيوض قل له خلايا ظهارية جرثومية مبطنة للمبيض. هذه الشكل قدامك، اللون مالتها أصفر فاتح، هذا رصاصي مسود وترتبط به مسراق المبيض، وهذا هو المسراق اللي راح يربطها بالجدار الداخلي للجسم لهنا. تمام، تعال نكمل أنا وياك. هذا العضو الأول كملناه، تعال نكمل العضو الثاني. يلا يا شاطر، يقول لي أنه يوجد بالجهاز التناسلي الذكري، هرسم لك علامة الذكر هنا وعلامة الأنثى هنا. بالجهاز التناسلي الذكري أكو بعد عضو آخر، من هو؟ عندي العضو الثاني اللي هو الأجسام الدهنية بالذكر وبالأنثى أيضا. الأجسام الدهنية موجودة بالذكر وبالأنثى، واثنينات نفس الشيء. هاي مني هاي الأجسام الدهنية باوع، بيها شكل، بيها شكل، بيها موقع، وبيها وظيفة، وكلش وزارية، كلش وزارية. بالذكر شي يقول لي، ركز وياي، هنا شكلها بروزات إصبعية الشكل. بالأنثى كذلك بروزات إصبعية الشكل. نجي على الموقع، تقع قرب النهاية الأمامية المن للخصاء، وهناية أيضا قرب النهاية الأمامية المن هالمرة للمبيض. إذن قرب النهاية الأمامية للخصاء وقرب النهاية الأمامية للمبيض، هذا الشكل مالتها، هذا الموقع مالتها. هسه نجي على الوظيفة باوع، تقع قرب النهاية الأمامية للخصاء، تقع قرب النهاية الأمامية للمبايض. زين أنا أريد أدمجهم اثنيناتهم. قال لك بالوزاري ما موقع الأجسام الدهنية بس، ما قال لك بالذكر لو بالأنثى، شو تقول له؟ يا أما تقول له قرب النهاية الأمامية للخصاء والمبايض في الضفدع، يا أما تقول له قرب النهاية الأمامية للمناسل بالضفدع، لأنه كل كلمة خصاء ومبايض تسمى شنو هذولة؟ تسمى مناسل. إذا ممكن أقول قرب النهاية الأمامية للمناسل بالضفدع، أو قرب النهاية الأمامية للخصاء والمبايض بالضفدع. شو تسوي لي هذه بالله؟ شنو وظيفتها؟ بيش أستفاد؟ ركز وياي، تمثل مخازن للغذاء يستخدمها الحيوان لإنماء الخصاء والمبايض في فترة السبات الشتوي. يابا احنا كنا نعرف انه الضفدع بالشتاء ما يطلع، يخاف يموت من البرد على السريع، ما يتحمل. اذا منو اللي ينمي، منو اللي يخليها تنمو تبقى عايشة الخصا والمبايض مالته؟ المناسل. المناسل يرادلها دهون، يرادلها غذاء اللي هو الدهون اللي تتغذى عليه. اذا منو اللي راح يخزن هذه الدهون على مود من يصير عنده فترة السبات ينمي الخصا والمبايض مالته؟ هي الأجسام الدهنية. إذا تمثل مخازن للغذاء يستخدمها الحيوان لإنماء الخصا والمبايض أثناء فترة السبات الشتوي. باوع، هذه راح تجيك وزاري، هذه راح تجيك وزاري، يا أما موقع وظيفة، يا أما تعريف، يا أما يجيك بالوزاري موقع زائد وظيفة، يا أما تجيك تعريف، يا أما يقول لك من المسؤول عن إنماء الخصا والمبايض أثناء فترة السبات الشتوي؟ من المسؤول؟ هذني كلش وزاريات. وتعالان وياك على الرسم، خلينا نرسمهن ونخلص من عدهن. يلا باوع، شوف لي الأجسام الدهنية عند الذكر، بما أنه هو قال لي قرب النهاية الأمامية للخصا وهي بروزات إصبعية،
اذا هذه باوعها مثل الاصابع قرب النهايه الاماميه، هذه وحده وهذه الثانيه، هاي وين العد الذكر. اما عند الانثى باع وياه نفسها بالضبط قرب النهايه الاماميه للخصى وللمبايض، وتمثل مخازن للغذاء يستخدمها الحيوان اثناء فصل السبات الشتوي. هاي منية؟ هذه الاجسام الدهنيه، وهذه منية؟ 100% الاجسام الدهنيه. يلا يا شاطر باوع عليا، خلصنا تقريبا جزئين الاثقل والاقوى بالضفدع، بقالي جزئين الاسهل، نجي انا وياك على الجزء الثالث. من بعد الخصى والمبايض والأجسام الدهنية نجي على الجزء الثالث اللي هو منه القناتان الناقلتان للحيامن بالذكر وقناتي البيض في الأنثى. نجي أنا وياك فصلتهن لأن ذني شوية ثقيلات. القناة الناقلة للحيامن والقناة مالت الناقلة للبيوض. نجعل قناة الناقلة للحيامن، ركزوا وياي. أول شيء هي لها فد اسم معين، وليه سموها بهذا الاسم؟ وهم ايش قد أصلا؟ أول شيء عددها 2، والقناتي البيض أيضا عددها 2، ركزوا وياي. يقول لي هي تنقل الحيامن، من هي الحيامن ست؟ احنا ما نعرف، حيامن هي نفسها النطف، نفسها بعضهم يقول لك نبيبات منوية، كلمة منى، كلمة نطف، كلمة حيامن هي نفس الشيء. نجي على القناتان الناقلتان للحيامن. تقوم باش راح اقول لك تسمى اول شيء، خلنا نعطيك الاسم، تسمى بالقناتين المشتركتين او يسموها البوليتين التناسليتين. ايش يقصدها؟ شنو هذه؟ ليش سموها بهالاسم هذا؟ هذا وزاري، هذا تعليل وزاري مهم، هذا علل وزاري. تسمى القناة الناقلة للحيامن في الضفدع بالقناتين البوليتين التناسليتين أو المشتركتين، ليش؟ راح أعطيك الجواب وأبدي أشرح. الجواب لأنها تقوم بنقل البول والنطف معا. حلو، تنقل البول والنطف سوية بنفس الوقت أو معا، راح تنقلهم سوية. شلون تنقلهم سوية؟ نجي أنا وياك على الرسم، ركز وياي على الرسم. شوف راح أعطيك شغلة على الرسم كلش مهمة، أتمنى إنه تفهمها وياي كلمة كلمة. باوع، القناة الناقلة يا شاطر، القناة الناقلة هي مو قناة للخصى، هشرح لك اياها بالعاميه، عفنا هسه من الماده العلميه خلينا نفتهم. القناه الناقله للنطف بالضفدع مو من الخصيه تطلع، شوف الخصها مسدوده ما بيها فتحه، القناه هي تطلع من الكليه باوعها. شوف انا ياساني من طلعت لي صونده؟ طلعتها من؟ طلعتها من الكليه باوعها، هذه طلعت قناه من الكليه. حلو؟ اذا هذه قناه كلوية لو قناة الخصى، حتقولي لا ست هاي قناة الكلية، حنكتبها تعال يمي باوع، هذه قناة المن مين طالعة من الكلية، والكلية شترشح شتعبر البول، اذا هي قناة بولية لهنا تمام، لان هي قناة مالت منو؟ مالت الكلية. زين، هذه الخصى كونت النطف، ركز هذا مهم، كونت النطف. هسه هنا كومه موجوده، من هي؟ نطف، النطف، النطف هنا متكونه كومه بالخصى، تريد تطلع ماكو منفذ، باوعها الخصى مسدوده ماكو منفذ، منو صديقتها الملزوقه بيها؟ الملزوقه بيها هي الكليه، تروح على الكليه تقول لها، تقول لها يا كليه ساعديني انه نفتح بيني وبينك كم شباك، كم باب صغيره اعبر لك النطف حتى انت تعبرين النطف مالتي ويا البول مالتك. ركزوا وياي، الخصام مسدوده ما عندها منفذ، كونت منو؟ كونت النطف، تريد تطلع النطف ما الها منفذ، بمن تستنجد؟ تجي للكليه.
تقولها يا كلية تقبلين نفتح بيني وبينك باب صغير نعبر النطف ماتي ويا البول ماتك يمشي؟ تقول لها الكلية أكيد أقبل. تقولها ما يخالف. تقول أنت شنو عندش بالداخل؟ تقولها أنا عندي نبيبات منوية بها بطانة ظهرية تكون النطف. تقولها أنا هم عندي نبيبات كلوية. تقولها أنا هم عندي نبيبات كلوية اللي هي منو؟ نبيبات الكلية. تقولها حلو. تقولها تعالي نفتح بين النبيبات مات الخصة وبين النبيبات مات الكلى أقنية صادرة. تعالي نفتح أقنية صادرة. أقنية قنوات، قناة بقناة قناة. ركز وياي. أقنية صادرة. أسألك سؤال، كنا يمكن رايحين إلى دوائر حكومية وكنا نعرف أنه أكو شباك صادر وأكو شباك وارد. شباك الصادر بس يصدر بس ينطيك ما يأخذ من عندك، وهنا بين الخصة وبين الكلام فتحت أقنية، هذه أقنية صادرة عددها من 10 إلى 12 قناة انفتحت بين نبيبات الكلية وبين نبيبات الخصة. إذا قلت لك ما موقع الأقنية الصادرة، لأن هو وزاري ده، شوف أنا كل شوية أكتب لك وزاري. إذا قلت لك ما موقع الأقنية الصادرة لا تقول لي بين الخصة وبين الكلى، لا قل لي بين نبيبات الخصة ونبيبات الكلى تربطهم. شو تسويه؟ شقد عددها من 10 إلى 12؟ راح تعبر من خلالها منو؟ راح تعبر من خلالها النطف من الأقنية الصادرة، ومشت النطف ويا القناة البولية. إذن هل يا ترى تبقى قناة بولية؟ لو تصير قناة بولية تناسلية، لأن عبرت الأمشاج التناسلية الذكرية. هتقولي لاست والله تسمى قناة بولية تناسلية، لأن القناة مالة النطف مشتركة ويا قناة الكلية. يا شاطر يا حباب، حنطيك يا فتشي كلش بالعامية بلغتنا احنا. عندي غرفتين الخصة والكلى، الغرفتين مسدودات، بس الغرفة هاي الأساسية بها باب مفتوحة للشارع، بيناتهم ماكو شيء. بعدين قرروا انه يفتحون بيناتهم شبابيك من 10 إلى 12 شباك، سموها أقنية صادرة بين منو منو؟ بين الخصة والكلى. ليش؟ على مود الخصة تنطي النطف للكلى حتى الكلى تعبرها ويا البول. إذا سميت القناة البولية التناسلية بالقناتين المشتركتين أو البوليتين التناسليتين، لأنها شو حسوي؟ راح تنقل النطف والبول بنفس الوقت، هذا البول وهذا النطف. وبالنهاية يقول لي هاي القناتين راح ينفتحون وين؟ ينفتحون بمنطقة تسمى المجمع، بمنطقة تسمى المجمع، وهذه هي فتحة المجمع ما علينا بيها. ولكن هاي المنطقة تسمى المجمع، هاي القناة انفتحت بالمجمع وهاي القناة انفتحت بالمجمع، تمام عيني؟ ولكن في بعض الضفادع، في بعض الضفادع تتوسع القناة الناقلة من الجهة الخلفية، تتوسع القناة الناقلة من جزءها الخلفي، تتوسع القناة الناقلة من جزءها الخلفي، فتكون حويصلة منوية، تمام عيني؟ فتكون حويصلة منوية. ركز وياي وزاريات، هذه أريد منك موقع وظيفة. الأقنية الصادرة أريد منك موقع وظيفة. كوما موقع وظيفة بالضفدع، تعالان وياك نسولف عليهم. إذن هي قناتين مشتركتين ويا من؟ مع الكليتين، لأنها تقوم بنقل البول والنطف. إذن هي مشتركة ويا من؟ مشتركة مع قناتي الكلية. زين، نجي أنا وياك على الأهم اللي هسه شرحته راح أكتبه. عندي الأقنية الصادرة وعندي الحويصلة المنوية. يا شاطر، هذني مهمات، هذني أعضاء ذكرية. الأقنية الصادرة تقول لي عددها من 10 إلى 12 قناة ترتبط ب نبيبات الكلية
ونبيبات الخصى في الضفدع. هذا موقعها وعددها. شنو وظيفتها؟ تنقل وتصدر منه، تصدر النطف من الخصى إلى الكلية. هذه وزارية. لو تعريف لو موقع لو وظيفة يجيك. أما الحويصلة المنوية بيها موقع وبيها وظيفة. الموقع منطقة متسعة، باوع منطقة متسعة 900 من القناة الناقلة، منطقة متسعة من القناة الناقلة للحيامن في جزءها الخلفي، في جزءها الخلفي. تعالوا يا شوية على الرسم باوعها. منطقة متسعة، هاي المنطقة المتسعة من القناة الناقلة بسميا من الجزء الخلفي، من النهاية مو من الوسط، من جزءها الخلفي. وظيفتها 100% حويصلة تخزن النطف، تخزن النطف. هذه كلش أيضا كل من وزاريات. لا أقول لك ولا تقول لي. زين خلصنا الجهاز التناسلي الذكري، نجي نكمل الآن وياك جهاز تناسلي أنثوي ونسوي مراجعة ثقيلة. عندي بقالي بالقناة بالجهاز التناسلي أنثوي قناة البيض فقط. قناة البيض فقط واحدة، تدريش أنا إيش أسميها؟ راح أقول عليها موضوع خاص وحده، والحمد لله والشكر وزاري. وما يجيب لك يا وزاري موقع له وظيفة له ما أدري شنو، لا يجيب لك يا اشرح كامل ما مميزات قناة البيض في الضفدع. يجي فرع كامل، فرع كامل وزاري، يجي عليها يا أما أربعة يا أما خمس درجات، هيك يعطيك يا كله تقعد تقرأ. اللي هو عبارة عن، ركز يا راح أبدي بي، قناتي البيض انشرحها ونروح على الرسم. أول شيء هما قناتان ناقلتان لمن؟ للبيوض. هاي ممكنين من عدها نجي. لا ترتبط ارتباط مباشر بالمبيض. ما ترتبط ارتباط مباشر بالمبيض، ما ملزوقة بيها. السحر سم الكيافة دي شوية لعد شون يكون شكلها وشون تبدي. النهاية الأمامية لكل قناة ذات تركيب قمعي الشكل، ذات تركيب قمعي الشكل، ذات فتحة مهدبة. حلو، ذات تركيب قمعي الشكل، ذات فتحة مهدبة. ليش؟ لدفع البيوض إلى الخلف. حلو، أو لتحريك البيوض، لتحريك البيوض إلى الخلف. تعال دا أرسم لك إياها. هذا تعال أنا وياك، تعال نشوف أنا وياك بالرسم. حمسة هذه الكلية باو. القناة الناقلة للبيوض أول شيء بدايتها هذا الشكل باوحة. أول ما تبدي قمع، قمع مثل الكبوس، هذا القمع شكله هيجي هالشكل، هذا ذات فتحة مهدبة، هذه هي الأهداب باوحة، ذات تركيب قمع الشكل، النهاية الأمامية مالتها. باشان حرسمها، هي أنبوب طويل أبيض وملتوي، أنبوب طويل أبيض وملتوي هالشكل. طبعا هم اثنين، هذه وحدة وهذه وحدة، وأيضا ذات فتحة مهدبة، أنبوب طويل غدي أبيض ملتوي. حلو، أنبوب طويل غدي أبيض ملتوي. ايش راح تسوي يا شاطر باوع؟ راح تتكون هنا من هي البيوض. راح باوعها هي متصلة، أنا خليت القناة الناقلة للبيوض ترتبط بالمبيض، لا تتصل اتصال مباشر بالمبيض، ما إلها علاقة. مجرد إنه هذا منه، هذا اسمه قمع، وهذه اللي بالقمع منه، هذه أهداب. القمع راح يستقبل، القمع يستقبل الأهداب تحرك. وظيفة القمع يستقبل، وظيفة الأهداب تحرك. إذا استقبله الأهداب شبيها حركت البيوض نحو الخلف هالشكل، هذا ده تمشي من هي البيوض. زين ده تمشي البيوض.
اثناء مسيرة البيوض راح تلاقي شنو؟ غدد. راح تلاقي، ركز وياي هذا وزاري، غدد. هذه غدد شنو اسمها؟ ما ادري اسمها، غدد قناة البيض بس، ما انطاني فد اسم علمي الها. غدد قناة البيض، غدد موجودة في قناة البيض. شو راح اسوي؟ تفرز غطاء البوميني حول البيوض، تفرز غطاء البوميني حول البيوض. هاي البيوض راح تبقى تمشي، وهاي الغدد سوت تفرز غطاء البوميني حول البيوض أثناء مسيرتها بالقناة. إذا من المسؤول عن إفراز غطاء البوميني حول البيوض في الضفدع؟ تقول له غدد قناة البيض. هسه تعال نكتبها أنا وياك. يلا يا شاطر باع وياي. إذا أول شيء لا ترتبط ارتباط مباشر بالمبيض. النهاية الأمامية لكل قناة ذات تركيب قمعي الشكل ذات فتحة مهدبة لتحريك البيوض إلى الخلف. بعدين هي عبارة عن أنبوب طويل أبيض غدي ملتوي. خمس كلمات ما تنسى ولا واحدة. أنبوب طويل أبيض غدي ملتوي. حلو، شبيها حسان افتهمت ثلاث شغلات عليها كلش مهمة. بعد شنو بيها؟ تحوي في بطانتها غدد. هذه مهمة، في بطانتها غدد مسؤولة عن إفراز غطاء البوميني هذا وزاري حول البيوض أثناء مسيرتها في قناة البيض. اذا يا شاطر، من المسؤول عن افراز غطاء البوميني حول البيوض اثناء مسيرتها بقناة البيض؟ قل له غدد قناة البيض. زين، ما موقع ووظيفة غدد التي تفرز الالبومين او غدد الضفدع او غدد قناة البيض؟ قل له موقعها في بطانة قناة البيض، وظيفتها افراز غطاء البوميني حول البيوض اثناء مسيرتها في الضفدع. نجي انا وياك على اخر معلومتين. نجي اخر شيء، شي يقول لي يا شاطر باوع، يقول لي اخيرا تتوسع، تتوسع في نهايتها نفس القناة الموجودة بالذكر. باوع تعال هنا شوفها. ايضا انا حقول لك اياها، راح يقول لي تفتح ايضا وين؟ بالمجمع، نفس الكلام، تفتح فتحتين من فصلة، هذه فتحة واحدة نفس الكلام ما تتذكر، وهذه فتحة ولكن تتوسع. هاي منها تتوسع هنا وهنا يتوسعت. هناك كونت لي حويصلة منوية، هنا كونت لي منو؟ كونت لي كيس البيض. أيضا نفس الموقع ونفس الوظيفة بالأنثى. إذا تتوسع في نهايتها لتكون كيس البيض. مسؤول عن تجمع البيوض. إذن من المسؤول عن تجمع أو تجميع البيوض؟ راح تقول لي كيس البيض الموجود بنهاية قناة البيض، وتفتحان، تفتحان بفتحتين منفصلتين في جدار المجمع. بالجدار مالت المجمع راح تفتحان هذه القناتين الناقلتين. تعال أنا وياك يا شاطر بدقيقتين أفهمك شغلة مهمة وينتهي الضفدع. أمسح هذا الرسم لأن هو أصلا للإطلاع، وتعال أنطيك شغلة صغيرة. بالمناسبة عندنا الإخصاب في الضفدع كلش سهل وواضح، أصلا ما بيفت شي وزاري عدا الوسادة التناسلية. ركز وياي راح أشرح لك إياها. هي الأصبع الأول من ذكر الضفدع ينتفخ أثناء الجماع ليساعد الذكر على المسك بالأنثى، لا أكثر ولا أقل. يعني بس هي ترى وزارية كلش، الوسادة التناسلية كلش وزارية. فإذا جاب لك إياها على شكل تعريف، على شكل موقع وظيفة، الموقع هي الأصبع الأول من ذكر الضفدع، والوظيفة تساعد على مسك الأنثى أثناء التزاوج أو الجماع في الضفدع. عالسريع يا شاطر ركز وياي شغلة، ذكري أنثوي، هقول لك شغلة هذا واجب إلك. أولا عندي الخصة، اثنين عندي الأجسام الدهنية،
ثلاثة عندي القناتان الناقلتان، أربعة عندي الأقنية الصادرة، خمسة عندي الحويصلة المنوية. انتهى بالذكري. هسه أقول لك شنو المطلوب منك. هنا عندي المبايض، عندي أيضا الأجسام الدهنية، ثلاثة عندي قناتي البيض، أربعة الأقنية الصادرة ما موجودة، وأخيرا عندي مو حويصلة كيس البيض. يلا باع اللي أريده منك، طلع ورقة من عندك وسوي اللي راح أسويه. الخصا شنو اللي يريد من عندك؟ موقع، وظيفة، الوظيفة نفسها ماذا تحوي، ماذا تحوي، وتكملها إنتاج النطف، لأن كل الخصا إنتاج النطف. موقع ووظيفة، وأريد من عندك شكل، وأريد من عندك لون، وأريد من عندك ارتباط. الارتباط من اللي يربطها بالجدار داخل الجسم المبيض. أريد من عندك موقع، أريد من عندك الوظيفة أو ماذا تحوي نفس الكلام، وأريد من عندك شكل، وأريد من عندك لون، وأريد من عندك أيضا شنو؟ ارتباط. خلصنا من الشغلة الأولى، نجي على الشغلة الثانية، الأجسام الدهنية. أريد من عندك شكل وموقع ووظيفة. الأجسام الدهنية شكل وموقع ووظيفة، هاي تطلعهن حتى تصير رصيد إلك، فتشي كلش قوي بالموضوع. القناة الناقلة هنا أريد من عندك وظيفة، وأريد من عندك التسمية مالتها لأنه وزاري التعليل. قناتي البيض أريد من عندك مميزات كاملة اللي هي 6 نقاط تقريبا. أما الأقنية الصادرة شنو اللي أريده من عندك بيها؟ هنا أريد من عندك عدد، أريد من عندك موقع، وأريد من عندك وظيفة، والأنثى ما موجودة أصلا. أخيرا الحويصلة المنوية، أريد من عندك موقع ووظيفة، وكيس البيض أريد من عندك موقع ووظيفة. ذني كلهن، وبالنهاية اللي هو بالإخصاب عندي منو؟ الوسادة التناسلية أيضا وزارية، وانتهى كل الضفدع. هذني إذا طلعتن أنت دارخ الضفدع من البداية للنهاية. وإن شاء الله استفاديت، وأستودعكم الله.